اختارت الحكومة اليمنية محافظة مأرب لإحياء فعاليات الذكرى السابعة لثورة فبراير بحضور وزير الإعلام الأرياني ممثلا عنها. وأعلن شباب ثورة 11 من فبراير وقوفهم مع الحكومة الشرعية وتفويضهم الرئيس هادي والتحالف العربي لحسم المعركة مع ميليشيا الانقلاب. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يلتحق بنا من مأرب مراسل إخبارية محمود الحميدي. محمود، كيف يبدو المشهد لديك بمناسبة الذكرى السابعة لثورة فبراير؟ نعم، هنا يحتفل الشعب اليمني بالذكرى السابعة لثورة 11 من فبراير، شباب ثورة 11 من فبراير والأحزاب السياسية والفعاليات الجماهيرية أكدت وقوفها مع الشرعية الدستورية وتأييدها لعاصفة الحزم وإعادة الأمل التي أنقذت الشعب اليمني من المد الفارسي الإيراني. اليوم شباب الثورة يحتفلون بحضور رسمي تمثل بمحافظي ثلاث محافظات ووكلاء المحافظات وأيضا مسؤولين محليين. حضر شباب الثورة اليوم ليؤكدوا أن المملكة العربية السعودية أنقذت الشعب اليمني أولا بالمبادرة الخليجية عام 2011 التي مثلت الغطاء السياسي للخروج الآمن باليمن إلى بر الأمان وما لحقها من حوار وطني ومنجزات الحوار الوطني والاستفتاء على الدستور الذي انقلب عليه الحوثيون. سيكون معي في هذا الحفل العميد الركن عبد مقلي وهو الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني ليحدثنا عن هذه الاحتفالية في أي إطار تأتي وكيف دعمتموها. بسم الله الرحمن الرحيم. نهني شعبنا اليمني العظيم ونهني قيادتنا السياسية والعسكرية مبطلة بفخامة الأخ المشير الركن عبد رب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكما نهني الأخ نائب رئيس الجمهورية الأخ الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، ونهني الأخ رئيس هيئة الأركان العامة الأخ اللواء الركن الدكتور طاهر علي العقيلي على هذه النجاحات التي تحققها جيشنا الوطني. ونحن اليوم نحتفل بالذكرى السابعة لثورة 11 في سبتمبر، وقد انتصر شعبنا اليمني على قوى التمرد وعلى قوى الانقلاب الميليشيات الحوثية التي تنفذ الأجندة الإيرانية. انتصر شعبنا اليمني العظيم وحقق انتصارات جامة. ها هو اليوم يقترب من مدينة الجراحي ويتوغل في هذه المديرية من قبل جبهة حيس التي تحقق انتصارات كبيرة. كذلك هناك انتصارات تحققها جيشنا الوطني في مديرية التحيتة، يتوغل الجيش الوطني جبهة الخوخاء، وهناك انتصارات في محافظة طعز سواء في الاتجاه الشرقي. ما هي الرسالة اليوم لشباب ثورة فبراير للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على عاصفة الحزم وإعادة الأمل؟ نحن نقول أن دول التحالف العربي وفي مقدمة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لها دورا كبيرا في دعم ثورة وترسيخ مداميك ثورة 11 من سبتمبر، بعد أن كادت الميليشيات الإنقلابية الحوثية المنفذة للجنة الإيرانية أن تطيح بهذه الثورة، لكن أبناء الشعب اليمني ومن معهم من دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية كان لهم الدور الأكبر. اليوم نحن على مشارف العاصمة صنعاء ونحن على مشارف استكمال التحرير لمحافظة تعز ومحافظة الجوف ومحافظة البيضاء وبقية المحافظات الجمهورية اليمنية. الشعب اليمني سينتصر والميليشيات الإنقلابية ستهزم وستنتهي إيران وسيبقى الوطن العربي إلى الأبد. شكرا العميد عبد المقلي الناطق الرسمي باسم الجيش. وكانت كلمة رئيس الجمهورية فخامة المشير عبد رب منصور هادي يوم أمس كلمة تاريخية، حيث أكد فيها أن الشعب اليمني ماض في تحقيق أهداف ثورته، سواء ثورة 26 من سبتمبر أو ثورة 11 من فبراير التي جاءت استكمالا للمشروع الوطني الكبير. وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت العام الماضي أن يوم 11 من فبراير سيكون عيدا وطنيا، وها هو العيد الوطني يتحقق والشعب اليمني في هذا اليوم هو في يوم وطني بالذكرى السابعة لثورة 11 من فبراير. نعم مراسل إخبارية محمود الحميد من مأرب، شكرا جزيلا لك.